السلام عليكم، أنا حمزة. اليوم أشرح ملزمة من ملازم اليورولوجي بالسيرجري اللي تخص البينايل and urethral disorders. فيلا سمي واتبعني. أول موضوع بملزمة هو الهايبوسبيديس. الهايبوسبيديس من اسمه، الهايبو هو يعني اللي جوا، وسبيديس يعني فتحة، زين، فهي أكو فتحة اللي جوا باليوريترا، سنفهمها أحسن. نشوف إنه إحنا هذا هو يعني البينس، وهذا هو اليوريثرا، المفروض يعني يكمل لهنا. الفكرة شنو؟ انه فتح لي جوا، زين، فتح فتحة لي جوا وبدأ يعني ينقط من هالبول وكذا، فهذا يعني الاوبننج in the bottom of penile shaft، هذا نسميه hypospadias. hypo يعني لي جوا، زين، وهو في congenital deformity opening of the urethra يقول لك underside of the penis anywhere from the glans to the perineum. زين، هاي العبارة ايضا شوية مهمة لان لها علاقة بالclassification. زين، نشوف هنا انه الاماكن مالتها، زين، يعني هذا الاوبننج اول شيء هنا بالجلانس، اوكي، يم مكان الجلانس الاوبننج، مرات بالميد شافت، اوكي، الفتحه صارت بالنص، مرات لا بالبدايه قريب على السكروتم هم صارت الفتحه. فاكو ثلاث اماكن، زين، الموست سيفير هو هذا، زين، اللي قريب على السكروتم، يعني السيفير كيسز اللي غالبا يكون اسوسييتد وذ انوماليز وهواي اشياء اخرى. زين، بعد ايش مكتوب؟ It's often associated with a hooded foreskin and cordy. فهذني الاسوسييتد انوماليز مالته انه a hooded foreskin and a cordy. hooded foreskin شنو؟ انه هذا البينس السكن الفورسكن السكن اللي يحيطه كانه يسوي قبعه حوله. شايفين هاي الهودي تراكسود اللي يسموه هودي، هذا اللي بيشفقه وكذا، لانه كابوس، نفس الفكره هنا. فهذا hooded foreskin. إضافة إلى الكوردي هي عبارة عن فد abnormal curvature بالبينس، زين، فهاي هي الأسوسييتد أنوماليز، وأعتقد إنها من الأشياء المهمة، لأن راح ناخذ فد شوية الإبيسبيديس اللي همين بي أسوسييتد أنوماليز تختلف عن هذه شوية، فلازم نعرف إنه الهايبوسبيديس إلى علاقة بال يعني الهودد فورسكين والأبنورمال كيرفتشر، ويعني يصير 1 إلى 250 live male births. there is an 80% incidence in offspring، يعني الشخص إذا جاب إذا ميل عنده هاي الحالة، فممكن 80% offspring مالته جهال يطلعون نفس الشيء، و 14% الأخوة، ممكن إذا أخ ممكن 14% أخوة أيضا يصير عنده. هنا أيضا يحكي على الهايبوسبيديس اللي هي بملزمة الدكتور سعد، هو فد بيرث يعني anomaly، ونشوف يعني الأشياء اللي حكيناها. هندي هو أهم شيء، هو second most common birth anomaly إذا نلقى بالميل ريبرودكتيف سيستم. زين، فهو شو إذا سألنا شنو هو السكند؟ بنقول له هو الهايبوسبيديس. إضافة إلى أنه حكينا أنه 1 إلى 250 ميل، إن 90% من الكيسز الأوبنينج اللي يسموه ميتس is on or near the head of the penis، يعني قريب على الجلانس اللي نسميه ديستال هايبوسبيديس. نحكي هنا قلنا ثلاث أنواع، ثلاث تايبات من عندهن، هذا هو القريب على الجلانس، هذا هو الموست كومن تايب، والحسن الحظ هو less severe، least severe type. Remind I'll have a proximal hypospadias with the meatus near or within the scrotum. يعني هذني proximal، هذا يعتبر من شافت، وهذا يعتبر proximal قريب على السكروتم بصفة أو داخل السكروتم. بعدين يقول shiny tissue seen extending from the meatus to the tip of the glans which would have made the urinary channel is referred as urethral plate. فشي اسمه urethral plate يصير منه، يعني مو كلش مهم أصلا السياق مالحكي. In most cases, foreskin is also underdeveloped and does not wrap completely around the penis, leaving the underside of the glans uncovered. زين. There are they may also يعني downward bending of the penis اللي يسموه cordy. احنا قبل شوي حكينا هنا قلنا الهودي ويغطي قبعة وكذا، زين، بس الفكرة من الهودي انه الداون سايد ما راح يغطي، يعني هذا اكو مكان ما راح يغطي، اوكي، هو صح قبعة، زين، بس اعتقد شوي ما طالع الهودي بالصورة، اوكي، صح قبعة وكذا، بس يعني اكو مكان ما يغطي، زين، فيبقي في مكان ما يغطي، زين، فهنا ايضا نفس الشيء، فيقول انه اندر ديفلوبد، اكو الفورسكين اندر ديفلوب اند دوز نوت راب كومبليتلي اراوند ذا بينس، خصوصا بهذا المكان، خصوصا بالمكان اللي له علاقه يعني اللي صار به في الفتحه الابنورمال. فقط مجرد تكرار الانوماليز اللي تصير بالهايبوسبيديس اللي هن الكوردي اللي هي الكيرفتشر ابنورمال كيرفتشر، اضافه الى الهودد فورسكين. الهايبوسبيديس الكلاسيفيكيشن مال تحكينا عليه، قلنا الانتيريور يكون بالجلاندولار، زين، والاماكن القريبه من عنده، الميدل
تكون يعني بالديستال بينايل او بالميد شافت او بالبروكسيمال بينايل على مدار الشافت. يعني اذا شفنا هاي الصوره هنا 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 يعني ما يفرق زين. اما اذا قريب على السكروتم مثل ما موجود بالصوره الاخيره يعني بالسكروتم او بصفه اماكن قريبه عنده فهذا نسميه بوستيرير اللي يكون يعني اكثر شيء خطر وصعب. الايتيولوجيز يقول لك incomplete closure of urethral folds on the underside of the penis. يعني هاي اشياء بالامبريولوجي. الكوردي is caused by abnormal urethral plate development. احنا حكينا على هذا البليت اللي جوا وقلنا له ما ممكن يصير له فائده، بس يعني هو من الاشياء اللي ممكن تساهم بانه يصير كيرفد، يصير يخلي البينس كيرفد زين. و and the hooded foreskin is due to failed formation of glandular urethra and fusion of prepubertal folds. يعني كل الاشياء خلل بالامبريولوجي. المهم ان تعرف انه اكو كوردي واكو هودد فورسكين، هاي كثر خيرك. بس ليش دا يصير الكوردي وليش دا يصير الهودد فورسكين؟ هذا راد لموديول امبريولوجي بحاله، فخليه ولي. الهايبوسبيدياس a full clinical examination نحتاج نسويه. It's also important حتى نشوف ال other abnormalities اللي حكينا عليهن patient، ومو بس هذا اللي حكينا عليهن، اكو بعض abnormalities الاخرى اللي ممكن تصير هسه راح نحكي عليهن، اللي هي واحد منها الابسنت تيستيس زين and severe hypospadias. فهذا شخص انه ما عنده تيستيس والفتحه اللي كانت مفروض تصير بالبينس ما جايه بمكانها الطبيعي، هذا يزيد السسبشن انه عنده فد كروموسومال ابنورماليتي، فد يعني مشكله بالاندوكراين، يعني السكس مالته ما جاي مضبوط زين، ما جاي عدل وكذا زين. فيحتاج فد انفستيجيشنز اضافيه حتى excluding the intersex conditions، هاي الحالات اللي يعني السكس يكون كلش بها مو واضح زين. فنحتاج الجسمه، نحتاج الكاريوتايبنج، نحتاج الكروموسومال اندوكراين انفستيجيشن. وهذا اعتقد كان جاي سؤال عن هذه القصه، انه اذا شفت الابسنت تيستيس وشفت هايبوسبيدياس تروح ديس كاريوتايب. وهسه راح نحل فد سؤال عليه فد شويه. أنا ايضا بحكي مزمه دكتور سعد نفس الحكي اللي احنا حكيناه، بس يعني اضيف اشياء تفاصيل دقيقه اضافيه. يقول the most common associated defect is an indescending testis زين. هاي التستيكل اذا ما نزلت بقت بالابدومن وما نزلت تي جوا، هذا راح ياشر لنا على انه اكو مشكله ويا الهايبوسبيديس. ومن شفت هذا الشيء راح ادزه على كاريوتايبنج زين، وهذا هو الاشياء اللي يعني يعطيني فد انديكيشن انه في مشكله بالسكشوال ديفرنشيشن، فيعني افحصها بالكاريوتايبنج. واقول لك اذروايز لا نحتاج بلاد تيست، لا اكس راي، اشياء ما نحتاجها بشكل روتيني بالبيشنتس اللي النيو بورنز اللي عندهم هايبوسبيدياس. هنا نحكي ايضا على السيرجري والرول مالتها. قبلها يحكي يقول انه يصير سبراينج باليورين بسبب الفتحه اللي نازله اللي جوا ما صار بمكانها الطبيعي زين، فهو ما يقدر بس يعني sit to urinate، وما يقدر يبول هو واقف وكذا. والداونلود كيرفيتشر ممكن ياثر على السكشوال اكتيفيتي زين. وبعدين نحكي على السيرجري، شنو الاشياء اللي اسويها بالسيرجري. اكستند ذا يورينري شانل تو ذا اند اوف ذا بينس، سترايتن ذا بيندنج اند كوركت ذا فور سكين انورمال. هن ثلاث اشياء صارن هسه اطلعهم بالصوره زين، هن ثلاث اشياء صارن فاجي اعدل. اوكي، فالفكره الاولى انه هذه كانت لهنا، اجي اطولها واوصلها لهنا. الشغله الثانيه انه كان اكو هذا الكيرفتشر، اجي اعدل الكيرفتشر واسوي سترايت. الشغله الثالثه انه اكو فور سكين هنا كان يعني مو تمام، جزء مغطي جزء مو مغطي كذا، اجي اعدل هذا الابنورمال اللي فيه. نفس الحكي هنا يحكي على الهايبوسبيدياس اذا از ثيرد ديجري، يعني اذا التايب مالته 3 اللي كان قريب على السكروتم وكذا زين. واذا يعني اسوسيشن صار ويا الكوردي اللي صار ابنورمال كيرفتشر اور اندسندد تيستيز، فالبست مانجمنت يكون كومبليكيتد كاريوتايب، يعني احتاج اسويه ويعني اشوفه زين. واذا البينس كان سمول يعني راح احقن تستوستيرون اور اتش سي جي حتى شنو حتى اسوي له انلارجمنت قبل السيرجري، لانه السيرجري يحتاج افوت اشياء بالبينس. هنا التريتمنت بالملزمه وتقريبا السلايد صار يعني مكرر زين. يقول لك اذا كان اكو ديفورميتي سيفير يعني قريب على الكلانز، interferes with voiding زين، ما يخليه يسوي voiding بشكل عادل لانه راح يزيد البريشر بالبلادر، or is predicted to interfere with sexual function، لانه قلنا احد الاشياء هي الديفيشن الكوردي زين اللي يصير بالبينس. surgery is now performed between 6 الى 12 شهر of age زين. the aim of the surgery is to correct penile curvature، حكينا عليها. reconstruct a new urethra حتى نكمل للاخير ونخلي الفتحة الطبيعية، and bring the new meatus to the tip of the glands. اوكي، نفس هذا الحكي حكينا. هو يقول لك ريكونستراكت وجيبه للتيب، لانه مثل ما تشوفون انه
هو بعيد وشلون راح اوصله انا؟ هي الموضوع مو بس انه هذا، حتى اذا فتحت هذا ومديته ما يوصل للنهايه، فانا لازم اسوي في ريكونستراكشن بحيث اجيب هذا واوصله للنهايه. زين، فهذا هو يسموه ريكونستراكشن، ويعني الريكونستراكت اند برينج ذا نيو ميتس تو ذا تيب اوف جلاند. سيفير كيسز ماي ريكواير ستيجد بروسيجرز، نسويها على خطوه خطوتين. هذني الاسئله. السؤال الاول، طفل عمره 6 شهور اجى ويا سب كورونال هايبوسبيدياس. During the physical examination, the left testicle is palpated in the groin but cannot be manipulated into the scrotum. يعني هذا عنده هايبوسبيدياس وعنده اندسند تيستيس. فالاجابه الصحيحه ايش راح نسوي له؟ ناخذ كاريوتايب لانه ممكن في مشكله بالسكشوال ديفرنشيشن. هذا هم 6 مانث او يعني 6 شهور طفل وما عنده اي ميديكال بروبلمز، اجى عنده هايبوسبيدياس بالبروكسيمال بينال proximal penile hypospadias. He is found to have ventral penile curvature. Then and hypospadias and the curvature or under the cleft or under penoscrotal transposition and under the abnormalities. بس الفكرة شنو؟ Both testes are normally situated in the dependent scrotum. نا الفكرة شنو؟ انه اذا عندي hypospadias رغم كل المشاكل اللي وياه والتستيز ما انا مكانها الطبيعي موجوده، ما احتاج كاريوتايبنج. زين، فهاي الاجابه تكون خاطئه. انا احتاج كاريوتايبنج فقط لما التستيز تكون اندسندد. فالاجابه الصحيحه في هذا السؤال تكون بروسيد تو سيرجري حتى اعدل له هذا، لانه عنده شويه ابنورمالتيز هوايه. يعني مو عارف شيء ترك، يعني شلون تقول ترك كونزرفاتيف، بس بنفس الوقت ما احتاج كاريوتايب لان التستيز موجوده بعد، يعني الدفرنشيشن السكشوال مالته طبيعي. هسه الايبيسبيدياس اللي هو عكس الهايبوسبيدياس، الفكره شنو؟ انه ذاك مو كان اللي جوا، هذا اللي فوق، وهم اللي فوق جرانيلار، وهم اللي فوق بالبينال شافت، وهم اللي فوق بينو بيوبيك. قال كان سكروتم هنا، لا هنا اكو بيوبس، اوكي، لان هنا العظم مال بيوبس اللي يكون بالميل. زين، فهنا هذا الموست سيفير ايضا، اللي كل ما كان بروكسيمالي كل ما كان مور سيفير. نحكي هسه نشوف سلايدات المنزل بس خليني اعدلها. الايبوسبيدياس يقول لك ايبيسبيدياس، ايبي لان هو اللي فوق، زين، وسبيدياس الفتحه. The urethra opens into the dorsal surface of the penis. كل مكان هذني الأمكنة مالتها. An incomplete urethral sphincter mechanism results in high risk of incontinence. الفكرة هنا أنا إنه الإبيسبيدياس لها علاقة وطيدة كلش بالإنكونتينس، لأنه أكفد مشكلة بال urethral sphincter mechanism. وهذا كله له علاقة بالإمبريولوجي وكذا. زين، الإبيسبيدياس يكون associated with dorsal chordae. زين، يعني الكيرفتشر يكون صاعد لي فوق، يعني العقفه مالته تكون لي فوق معقوف للاعلى. زين، with incomplete foreskin dorsally. هنا همين الفورسكين هذا الهودي وكذا بالعكس، هسه الهودي مقلوبه، هنا المفروض الشفقه وهنا الفتحه اللي تصير. والفتحه مال الهودي وين تصير؟ تصير بالمكان اللي بي اللي يعني الفتحه مال اليوريثرا. زين، فاذا كان فوق الفورسكين يكون ماكو، اذا كان جوا بالهايبوسبيدياس الفورسكين جوا يكون ماكو. زين، فهذا نفس الانوماليز دورسال كوردي كومبليت فور سكين، وممكن مرات اكو بارت اوف يعني فت كومبلكس معينه، زين، خارج يعني خارج هاي المنطقه. زين، اكو فت انوماليز معينه خارج هاي المنطقه، هسه راح ناخذها. مش تعرف انه اكو انكونتينس زايد بالابيسبيديس. الاسوسييتد انوماليز، فواحد من الانوماليز هو دايستاسيس اوف ذا سيمفيسز بيوبس اللي يسوي سبلاينج اوف ذا كوبرا كافرنوسا وشورتنينج اوف ذا بينال شافت. بس احنا اذا نشوف هاي، هذا مو البيوبيك بون وكذا، فمرات راح يصير في توسع او شو نقول دايستاسيس افتراق يسموها كذا. زين، فمن يفترق هذا البيوبيك سيرفيسز، زين، احنا نعرف انه اكو بالبينال هنا الكافرنوسا، فهاي الكافرنوسا ايضا تفترق، راح تاخذ وياها جلد، راح تاخذ وياها يعني شو نقول يتوسع اكثر. انت تعرف كل ما اخذنا من يعني زيدنا العرض قل الطول. زين، فهذا هو يعني يسوي shortening of the penile shaft. هذا واحد من anomalies associated anomalies with epispadias. الfemales عندهن bifid clitoris و poorly developed labia وعندهن فد spectrum of deformities. فهاي بالfemales انه نشوف انه هذا clitoris يصير bifid، يعني بدل ما هو دوير وكذا هيجي، يعني واحد كل واحد بوحده هيجي يصير. زين، فهذا اللي راح نلقى الليبيا تكون poorly developed. هاي الليبيا تكون يعني poorly developed، وهاي اليوريثرا نفسها بها range of يعني anomalies. زين، هسه اذا نشوف الانوماليز اللي موجوده باليوريثرا، نشوف انه patulous urethra اللي هو يعني فتحه واسعه. زين، اضافه الى اليوريثرال cleft affecting the entire length of the urethra and sphincter. يعني اما هاي الفتحه تكون واسعه، يا اما اصلا هذه اليوريثرا والسفنكتر وكذا كله كليفت مالته كله يتخربط.
فالخربطه يعني تكون واسعه. انا بالفيميلز الموضوع بالرينجينج بالسيمبتومز والاشياء اللي ممكن نلقاها، بس هي هذه كلها اسوسييتد انوماليز. يعني الفيميل اللي عندها يعني ما تلقاها بايفيد كلايتوريس وبولي ديفلوبت ليبيا ومشاكل باليوريثرال ديفورميتيز الا اذا كان عندها ايبيسبيدياس، اوكي، حال الميل. يعني ايضا ممكن يصير عندها انه اليوريثرا تنفتح بمكان لي فوق مو بمكانها الطبيعي. There's 40% risk of هذا الريفلكس اللي يصير اللي يسموه فيسايكو يوريتيكال ريفلكس، يعني المثانة يصعد لليوريترز. هذا ايضا من الاشياء اللي ممكن تصير. الانسيدنس تلقى واحد ب 117,000%، بينما ذاك الهايبوسبيدياس لا كان واحد الى 250. فالهايبوسبيدياس اكثر شيوعا من الاي بي، ونلقى rarely seen in females. الميل يعني يكون 5 الى 1، يعني اذا 5 يعني تقريبا واحد بكل 600,000 شخص بالفيميل هو اللي يكون الانسيدنس مالتهم. التريتمنت this involves urethroplasty, functional cosmetic reconstruction، هو نفس التريتمنت هذاك، انه construction ارجع اليوريثرا الى مكانها الطبيعي، وكمان 6 الى 12 شهر. الفكره شنو؟ هنا عندنا شيء اضافي، لانه قلنا دائما هو associated with incontinence، associated with يعني sphincter mechanisms اللي تروح وتخرب وكذا. زين، فمن الاشياء اللي راح اسويها من الايج 4 الى 5 سنوات اسوي بلادر نيك ريكونستركشن، زين، او احط ارتفيشال يورينري سفنكترز حتى شنو؟ حتى ما يصير عنده انكونتيننس، لانه الابيسبيدياس مور اسوسييتد وذ انكونتيننس. وليش اسوي من 4 الى 5 سنوات؟ لانه اذا سويته بعمر اصغر هو اوريدي عنده انكونتيننس، الطفل اوريدي بول على نفسه، زين، فشو الفائده انه اسوي لك ريكونستركشن؟ بينما 4 الى 5 سنوات بالتواليت تريننج، يعني يبدي يروح هو يبول وكذا، هنا هذا الوقت يعني اقدر اسوي للبلادر نيك ريكونستركشن. هسه موضوع البوستيريور يوريثرال فالز، وهو يعني فد ابنورمال كونجنتال كونديشن يصير بس بالميلز، يعني ما يصير بالفيميلز، لانه بوستيريور يوريثرا، زين، والفيميلز هو اليوريثرا مالتهم يا دوب 2-3 سنتيم، بينما بس الميل هو اليوريثرا طويله وبي بوستيريور وانتيريور. فهنا الفكره انه يصير فد فالف بالبوستيريور يوريثرا. هنا الفالف، هنا البوستيريور يوريثرا، هنا تلقى الفالف، اكو فد يجي فد ميوكوسا ممبرينوس فولز، زين، بالبوستيريور يوريثرا. فبالتالي البول المفروض يجي من هنا، ما راح يقدر يطلع بهذه السهوله، زين، فشوي شوي تنتفخ البلادر، يمتلي البول بيها يعني، وهذا ممكن يصعد بريشر اللي فوق همين، زين، وشوي شوي البلادر يصير بها هايبرتروفي، وشوي شوي يعني يزداد البريشر بيها، ويعني يصير بها كولاجين ديبوزيشن وهايبرتروفي. كل هذا بسبب فتشي صغيروني صار هنا، بسبب فالف صغيروني صار من هنا. هنا قلنا البريشر من يزداد بالبلادر ايضا ينتقل لليوريترز، وايضا يصعد الكدني ويسوي لنا هايدرونفروسيس بالحالات السيفير. واللي يميز الهايدرونفروسيس بالبوستيريور يوريثرال فالز انه بايلاترال، اوكي، لانه الاصابه من هنا، زين، مو مثل ذاك الريفلكس اللي كان يصير من هنا وكان ممكن يكون فد وحده ما يصير بالاثنين، بس لا، البوستيريور يوريثرال فالز لا، هنا يعني راح يصير باليوريثرا، زين، وهو راح يصير باك بريشر للبلادر، وهذا راح ينطي للصفحتين، عكس سالفه الريفلكس اللي غالبا تكون بصفحه واحده بس، همين ممكن تكون بصفحتين. من الاشياء الكونديشنز اللي نلقاها ايضا نلقى الاوليجو هايدرو امينوس اللي هو الامينوتيك فلويد. الامينوتيك فلويد يكون قليل اوليجو، زين، ليش يكون قليل؟ لانه هو الطفل عاده ببطن امه بهذا الكيس اللي حيطه، ايش راح يسوي؟ راح يشرب هذا الامينوتيك فلويد ويتدرره ويرجع سايكل مره لخ. هذا راح يفيد انه ينمي اللانجز وكذا، لسبب ما يعني يخلي اللانج اكسبانشن يصير بيها وتنمو وكذا. فاذا ما قدر يطلع هو الادرار لانه عنده بوستيريور يوريثرال فالف تراكمت فقط بالمثانه، زين، يعني راح يكون تشانسز اقل انه راح يبتلع هذا الامينوتيك فلويد، لانه اصلا ما يطلع، هو يشربه بس ما يطلع، زين، فما راح يرجع مره اللخ ويشربه من جديد. وهاي الدوره، هاي السايكل من الشرب والتبول كلش مفيده لللانج حتى تصير بيها ماتشوريشن. فغالبا تلقى الاوليجو هيدروميناس، غالبا تلقى هذول البوستيريور يوريثرال فالف عندهم فد ابنورماليتيز بالرئه من هالريسبيراتوري ديستريس. صورة أخرى أيضا تحكي على اليوريثرال فالز بوستيرير، من صار بها يعني صارت موجودة، هي أصلا المفروض تكون ما موجودة، زين، فامتلت المثانة ورجع الباك بريشر، وهذا راح يأثر يعني يسوي لنا ريفلكس، زين، هذا البريشر من يصعد هنا يسموه ريفلكس وينفخ الكدني ويسوي هيدرو نفروسيس، زين، يورينري ستيسيس ممكن يصير هنا يتجمع، ممكن يسوي لنا حصوات، ممكن يسوي لنا انفكشنز، زين، ممكن يسوي لنا كرونيك كيدني ديزيز لان البريشر يقل، الجي اف ار ما يقدر لان اكو بريشر يضغط عليه على الكدني ما يخليها تسوي الجي اف ار بطريقه تحبها.
ناس لايات من ملزمة الدكتور سعد هاي الكبيرة مال يورولوجي، فحس شارح أحسن من السيرات المقطمة الموجودة بملزمتنا. فيحكي على posterior valves، يقول هو فد obstructive anomaly باليوترو جينيتوريناري سيستم بالميل نيوبورنز، قلنا ما يصير بالفيميلز. يقول له هو obstructing membrane in the posterior male بالposterior urethra، ومن اسمه posterior urethral valve، خلل بال يعني باليوترس يعني أثناء الحمل وكذا، يعني حيصير هذا الموضوع. الموست كمان bladder outlet obstruction in male newborns، زين، يعني ما يقدر، هذا هو الاوتلت اوبستراكشن يعني الخروج من هنا، زين، فهذا هو الموست كومن اوبستراكشن اللي يصير بالميلز. ذا ديسوردر يعني بي ديجريز معينه، وممكن يعني مايلد كيس تعالج بشكل كونزرفاتيف، بس غالبيه الكيسات السيفير مودريت كذا تتعالج يعني بسيرجري، وممكن تسوي رينال اند ريسبيراتوري فيلير لانه اندر ديفلوبمنت مثل الاوليجو هيدرامينوس اللي حكينا عليه. اكفد كلاسيفيكيشن ل اتش اتش يونغ ب 1919 للبوستيريور يوريترال فالف، وهذا يعتمد على فد اناتوميكال سايد اسمه فيرو مونتانا، اوكي، اور ماونتن ريدج، اللي هو هذا اللاند مارك بالبروستاتيك يوريترال راح يساعدني على الديفيجن. فاحنا هنا هاي البلادر، هنا البروستيت، واليوريترا اللي تمر من خلال البروستيت يسموها بروستاتيك يوريترا. داخل هذه البروستاتيك يوريترا تلقى هذا الريدج، زين، هذا الريدج راح يسموه فيرا مونتانا، زين، هذا يعني بي مثلا بي بروستاتيك يوتريكل، بهذني النقاط مال ايجاكولاتري داكتس اللي يعني راح تفتح بيه وهالسوالف، زين. فعلى حسب هذا راح ابي اقسم، وهذا يعني الفيرمونتان راح تمتد منه بعض الاشياء الميوكوزال فولدز، تمتد منه بعض يعني الخراخيش خرابيط ما اعرف شو يسموها، زين، فتمتد منه اشياء ميوكوزال، منها يعني اذا صار في الابنورمالتي صار في الفيوجن بهذني شو يسموها ما اعرف، اوكي، لقيت تسميه شراشيل، اوكي، اذا الشراشيل مالتها يعني ما صار بها فيوجن، زين، او صار بها فيوجن راح يسوي لنا فد فالف معين، يعني اثنين ثلاثه لزقه واحده باللوخ ممكن يسوي لنا هذا الفالف. ثاني الكلاسيفيكيشن، تايب 1 هو الموست كومن تايب، يعني اهم شيء نحفظ التايب 1. ايش راح يسبب التايب 1؟ انه انتيريور فيوزنج اوف بلكي كوليكولي والميوكوزال فينز اللي من جوا البيرامونتانا، زين، فهاي هو البيرامونتانا اللي بالازرق، من جوا هاي الخرابيط مالته الشراشيل امتزجن وصار بيها فد فيوجن، زين. هاي هي الصوره ايضا اذا ما ماخذيها بشكل مستعرض، تشوف انه هذا كله الاصفر صار بفيوجن، هاي هي الميوكوزال فولز البيليكي مال فيرامونتانا، هذا هو الموست كومن تايب، زين، ويكون بالبروستاتيك والمبرينس يوريثرا، زين، هذا هو البالب اللي راح يمنع يعني اليورين انه ينزل في جوا. اكو تايبات اخرى، تايب 2 يعني الليس كومن فيريانت، يعني شرحت الجبي انه vertical or longitudinal folds between the paramontanum and the proximal prostatic urethra، يعني هنا صار لي فوق مو من جوا، زين، between the prostatic and bladder neck، هذا bladder neck وهنا البروستاتيك urethra، تلقى هذا الفولد بيناتهم، زين، وهي بالاصفر. هذا يعني less common type 2، اصلا يقولون انه مرات بسبب خلل بالتشريح او خلل مو يعني مو تفتح المريض بعد ما يموت، ممكن تلقى هذا الشيء بسبب انت خطا انت سويته بايدك، مو بسبب هو congenital anomaly موجود. التايب 3 هو less common variant، تلقى في الديسك اوف ديسك اوف تيشو ديستال تو فيرامونتانم، فهذا الفيرامونتانم تلقى في يعني الديسك يحوط بالفيرامونتانم، فرق عن هذا كان متصل بالفيرامونتانم، هذا ما متصل به، زين، هو مجرد تشي ده يحوط الفيرامونتانم، زين، ويعني هو اللي ينشأ من congenital anomaly ايضا. اهم شيء تعرف انه هذا الموست كومن تايب هو التايب 1 اللي اكو فد انتيريور فيوزنج اوف بي دي كي كوليكلي والميوكوزال فينز اللي تكون يعني من جوا البيرامونتانا along the prostatic and membranous urethra. لان يحكي على الايتيولوجي مالتها، يقول انه اكو فد مرات النورمال ميل يوريثرا بمرات سمول بيرد لاترال فولز، قاعد عليها الشناشيل، زين، between the lateral and distal edges of veramontana، ويقول اذا صار اكو فتخل بهن صار اوفر جروث او صار فيوجن مالت مرات بهن، فهذا يسوي لنا هذا الايتيولوجي. انا حكيت منه، انا قلت انه هاي الشناشيل اذا امتزجن ممكن يسوي لي فالز. البرزنتيشن بالبرينيتال التراساوند ممكن نلقى بايلاترال هايدرو يوريترو نفروسيس، زين، واللي يعني يوريتاري تتأثر، الكيدني تتأثر، قلنا بسبب الباك بريشر اللي يرجع، dilated bladder, elongated ectatic posterior urethra, thick wall bladder, oligohydramnios and renal dysplasia. هنا كل الأشياء متوقعة وشرحناها بالصورة، إنه bladder من distension وترجع لي وراء والباك بريشر مالتها.
اما بالنيورو بورن والانفانتس تشوف هذا كان بالبرينيتال يعني قبل ما ينولد احنا كشفناه من خلال الالترا ساوند زين اما بالنيو بورن فتشوف انه عندهم ريسبيراتوري ديستريس لانه قلنا هاي السايكل مال الشرب وابتلاع المنيوتك فلويد ما راح يكون موجوده بالببل ابدومينال ماس يجي كيس دائما انه يقول لك تشايلد بالببل ابدومينال ماس ميبول ما ادري شنو زين فهذا هو الكلينيكال برزنتيشن مالته مرات تلقى هذول نفروتك كيدني ديستندد بلادر مرات تلقى اسايتس مرات تلقى ريكورنت يو تي ايز لانه قلنا الستاسيس اللي يصير بالبلادر ويعني ما ينزل اليورين بسبب الفالف همين الكترولايت ابنورماليتيز ايضا ممكن يصير وهذا من الاشياء اللي نحتاج نصلحها يعني قبل ما نسوي العمليات وفيلير تو ثرايف بالنسبه للدياجنوستس فهذا ايضا من صوره مما لازم الدكتور سعد يشوف الفويدنج سيستو يوريثروجرام زين يعني انه اصوره اثناء ما يفرغ زين واشوف هل يرجع لي ورا او هل يقدر اصلا يتقدم لي قدام زين انت اذا عندك هاي البلادر زين او هي بلادر مرسومه ولا شنو شوف هل يعني ينزل زين اذا صار مشكله بالنزول زين وشفت البلادر هيك ديستندد وما ينزل زين هنا فتعرف انه اكو مشكله زين اذا مور سبيسيفيك فور ذا دايجنوسيس زين فهو فشي سبيسيفيك للدايجنوسيس بس الافضل انه انا اشوفه بعيني سيستوسكوبي ادخل سيستوسكوب زين ويوصل للبلادر وراح اعرف انه هل هو يعني اكو فالف ولا لا بس هذا الفويدنج ايضا يساعد يعني من التست اللي يكون سبيسيفيك يحكي على البليكي سيركولاريس فاريبل ان ابييرنس نوت سين ان بالنورمال مال فويدنج يعني هاي الشناشيل يعني وحدها ما تنشاف اذا كانت اكو نورمال زين يعني بس لما يصير اب نورمال لما تمتزج لما يصير بيها فيوجن ساعتها ممكن راح تنشاف هذا البوستيريور يوريثرال فالف ان فويدنج از كاركترايزد باي ان ابربت تيبرنج اوف يوريثرال كاليبر هذا الدايميتر مال اليوريثرا حيقل قريب على الفيرامونتانا هاي هو يعني الفيرامونتانا هاي المنطقه تقريبا زين فالدايميتر هنا راح يقل زين يعني راح يكون كلش قليل الدايميتر زين وهذا حسب الليفل مرات عالي مرات ناصي مثل الكلاسيفيكيشن احنا قلنا مرات الكلاسيفيكيشن فوق الفيرامونتانا مرات جواها مرات شويه جواها فهنا هو الموضوع مال الفويدنج سيستو يوريثروجرام زين وسبيسيفيك ليفل قلنا وتلقى مرات ريفلكس احنا نعرف ان الفويدنج يفيدني بالريفلكس يعني هو الفويدنج يكشف لي انه اذا اكفد ناروينج بالدايميتر او خلل بالنزول زين وبنفس الوقت راح يكشف لي خلل بالصعود هذا اللي كنا ناخذه من لازم الراديو انه اكفد ريفلكس لي فوق ايضا ممكن نلقاه ب 50% من الكيسز الديفينيتيف دايجنوستس قلنا بالسيستوسكوبي ادخل الكاميرا من اليوريثرا يشوف يعني البوستيريور بوزيشن فالف اشوفه مرات ما تلقى اكو مرات ليميتيشن لانه هذا التيشيو مرات يكون ترانسلوسنت مرات يكون اصلا مدفوع يعني على الوال وكذا لازق بالوال فما يبين وخصوصا لما اسوي ايريجيشن واحط سوائل وكذا ادخلها تنظيف هذا راح يخليه فديفيكولت تو فيجوالايز هاي ايضا صوره من الفويدنج يوريثروجرام يعني بس مجرد يعني حتى نفهمها احسن هاي البلادر هنا البروستاتيك يوريثرا هنا تلقى الفيرومنتانا زين هنا مبين في كذا فتشوف الدايميتر هنا يقل سواء فوقه جوا ما يهم بس مهم تعرف انه اكو الدايميتر ذا يقل وتشوف البلادر كلش ديستندد في حالات يعني البوستيريور يوريثرال فالس واحد من الاشياء الاخرى اللي ممكن تلقاها بالالترا ساوند برينيتالي انه يعني على بطن امه فتسوي الحامل تشوف انه البلادر يكون كلش ديستندد والبوستيريور يوريثرا يكون همين كلش ديستندد زين يعني قبل الفالف وبعد الفالف يعني ماكو زين وهذا يسموه كي هول ساين اللي يشبه هاي المفتاح مال بيبان القديمه مرات يقول لك تشوف سندروم زين ب 20% من الكيسز يعني واحد من خمس كيسات هاي السندروم يعني شنو تاثر على يعني يورين زين تاثر على الكيدنيز هاي يورينري تراكت بريشر البريشر من يصعد لي فوق يصعد الكيدنيز واليوريترز وكذا فهذا راح ياثر على النورمال ديفلوبمنت مال الكيدنيز الانفستيجيشنز قلنا الالترا ساوندنج الكي هول ساين الفويدنج سيستو يوريثروجرام قلنا نلقى فد يعني خلل بالدايميتر او قله بالدايميتر مال بعض الاماكن القريبه يعني مال البروستاتيك يوريثرا قريب على الفيرامونتانا ومرات نستعمل ايزوتوب رينال سكان ومرات نستعمل فيديو يورو داينامكس بس هذني اقل هذني هنا اكثر تيستات الشائعه التريتمنت مال بوستيريور يوريثرا فالف انه احط اندوسكوب وادخله باليوريثرا زين واسوي له فالف ابليشن يعني اذا جت هالصوره اجي ادخل الفالف من هنا واحرقه اوكي يعني هيك اسوي له واحرقه زين يعني حتى اخلص منه زين وبس مرات ما اقدر اسويه احنا قلنا يكتشف انتينيتالي مرات بس هذا الفيتال سيرجري يقول هاي ريسك وهو يحكي هواي على اشياء مال الفيتال سيرجري يقول لك رغم انه هي مفيده
بس يعني بي هاف ريسك عالي انه ممكن يسوي لنا انجري، وهذا ما يصير الا بالمراكز الحديثه وما اعتقد اصلا يصير هنا. فاحنا يومنا شنو؟ ننتظر انه يجي الولد، نشوف انه هل هذا الولد بمشكله يعني ما يتبول ديستندد بلادر نيك وهالسوالف، ويعني ساعتها وسويت له فحص بالفويدنج يوروجرام راح اشوف التريتمنت مالتي. التريتمنت قلنا كله اندوسكوبيك، غالبا اندوسكوبيك. واحد من التريتمنت هو الفيزيكوستومي، وراها فالف ابليشن. فيزيكوستومي انه احط فد حفره او فد ستوما اسوي فد يعني زين بالمكان اللي يعني جوا السر زين، حتى افرغ الدرينج مال البول وكذا واخر يعني البريشر عن البلادر زين، وراها ادخل اندوسكوبي من جوا، يعني مثل ما شرحت هنا قلنا انه احرق هذا الفالف. مرات يسموه بايلوستومي، هذا البايلوستومي نفس السيستوستومي نفس الفيزيكوستومي عفوا، وهمين وراء فالف ابليشن، بس الفرق انه بدل ما جوا السره شويه يعني قريب على مكان مال الكدني يم الخاصر او كذا زين. وعندنا البرايمري ترانس يوريثرال فالف ابليشن، هذا الفالف بشيله مرات بدون الحاجه الى اي ستوما زين، هاي من التست او من التريتمنت مانجمنت مالتهم. اما الستاندرد تريتمنت فهو البرايمري، ما احتاج الستوما ولا اي من هذين الاثنين، هذا هو افضل واحد زين. اعتقد حتى شفت ام سي كيو عن هيك موضوع انه افضل واحد هو البرايمري ترانس يوريثرال فالف ابليشن بدون ما احتاج الى فالستوما. اليورينري دايفرشن هو الستوما زين، انه افتح في المكان حتى اتخلص من البول او كذا، بس يقول لك ما يحتاج اذا يعني الحاله مو كلش كومبليكيتد، فحط له برايمري او سوي له برايمري فالف ابليشن. هاي هنا نحكي على السمري اوف ذا تريتمنت، ترانس يوريثرال فالف ابليشن مرات احط له ستوما زين حتى اسوي دايفرشن لليورين. ايضا يوريثرال ستركتشر از موست كومن كومبليكيشن، راح ناخذ شويه بالمنزمه. فيتال انترفينشن كلش هاي ريسك، يعني 43% مورتاليتي. مرات يسوي لنا عده اشياء اخرى يعني كومبليكيشنز اللي هنا الاند ستيج رينال ديزيز، رينال انسفشنسي، وكرونيك رينال فيلير. وبعدين راح يحكي على الفولو اب ويقول انه احتاج نعتني به بعد يعني بعد ما عالجناه وما ادري شنو سوينا على هذا الابليشن. هنا الاستعداد المنزمي يحكي انه قبل العمليه تعطي انتيبايتكس، تعدل الالكترولايتس، تشوف انه درين ذا بلادر مرات وذ فيدنج تيوب، مرات تحتاج سيستوسكوبي اند ترانس يوريثرال ابليشن اوف ذا فالف. If upper tract remain dilated with raised creatinine after bladder drainage, مرات أحط ال فيزيكوستومي. يعني هسه إحنا من كنا نحكي على فيزيكوستومي هنا، يعني ما كانت النظرة كلش واضحة، بس هنا دبين لأنه من سويت الخطوات الأولية، من سويت الدرينج لل يعني لليورين للبلادر، وسويت البعض ال ablation زين، وبقى ال upper tract dilated زين، أو يعني كرياتين كلش عالي، بعدني بعد عملية البلادر درينج بعد ما فرغت البول من عندها، ساعتها لا راح اجي اتدخل بايدي وافتح حفرة قريبة على البلادر وافرغ منها البول زين. و فالف ابليجن از برفورمد ات ليتر ستيج، يعني اول خطوة شنو؟ انه اعدل يعني هاي السوالف الجنرال زين، اعدل الانتيبايتكس كذا، انطي اعدل الالكترولايتس. الخطوة الثانية انه افرغ البول من البلادر، يعني مثلا هاي السيستوس يعني هاي يدخلون فد 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 شيء يسوي اسبريشن للبلادر. الخطوه الثالثه انه يا اما اسوي ترانس يوريثرال فالف ابليشن، يا اما اسوي ستوما بالجسم حتى شنو؟ حتى اعدل الكرياتين بعدين اسوي الفالف ابليشن. يعني الفالف ابليشن يا اما تكون بالخطوه الثالثه يا اما الرابعه، يعتمد على الكرياتين على الرينال فانكشن مالته والبروجنوسيس مالته. يكون 35% راح يكون عندهم poor renal function، 20% end stage renal disease. هذني شوية MCQات يحكي على most common cause of early neonatal mortality، يعني أول ما أجي شنو اللي موته بالpatient اللي عنده PUV. نشوف الإجابة الصحيحة هو pulmonary hypoplasia، إنه pulmonary يعني lungs ما تتطور أو ما تنمو لأنه أكو مشكلة بابتلاع على amniotic fluid. هنا يحكي على إنه طفل 3 سنوات وأنا على circumcision اجا يورينري انكونتيننس، عنده يو تي ايز، شفنا بالالترا ساوند انه بايلاترال هيدرو يوريترو نيفروسيس، قلنا بايلاترال هذا شويه يعطيني انديكيشن انه الموضوع له علاقه بالبوستيريور يوريترال فالز. الموست يعني نيكست ابروبريت مانجمنت زين لهذا البيشنت الايفالويشن مالته، فراح اسوي له افويدنج سيستو يوريثروجرام لانه هو من الاشياء السبيسيفيك اللي تعرفني حالته شنو.
لانه يحكي على premature neonate عند كيلو ونص impaired renal function bilateral. عم انتبه عليه دائما يكرر bilateral بإشارة إلى أنه هو فد مشكلة بال posterior urethral valves. قال لي diagnosed وبعد week من ال bladder catheterization a plan is made to proceed to operating room for valve ablation. زين بعد ما سويت stabilization وكذا هسه يلا إذا سوي valve ablation. Cystoscopy is precluded by the small genitalia. ما أقدر أدخل cystoscope من داخل اليوريثرا. فأفضل شيء هسه شو حسوي يعني؟ راح أسوي له vesicostomy. زين في vesicostomy قلنا هاي الاستوما اللي أسويها جوا السرة. زين حتى أسمح بالdiversion مال اليورين لحد ما يعني شوف شوكتي يصير لي مجال أسوي valve ablation. فقلنا هاي vesicostomy مرة إذا كان عنده مشكلة بالكرياتين أو بالرينال فانكشن، ومرة إذا يعني مثلا الجينيتاليا تكون صغيرة وما أقدر أدخل كاثيتر بيها. هسه موضوع اليوريترال structures واللي هو يعني نوع من النارونج اللي يصير باليوريثرا. إذا جينا نشوف هذه الصورة بنعرف إنه هذه البوستيريور يوريثرا، هنا الأنتيريور يوريثرا، هنا أكو فد نارونج صاير بالأنتيريور يوريثرا. زين فهذا النارونج يعني راح يصعب من مهمة البول إنه يخرج. زين ويحتاج فد يضغط أقوى من الأبدومينال مسلز حتى يطلع اليورين. زين و it can restrict urinary out of urinary flow. This is known as urethral structures. اللي هي medical condition غالبا يصير بالميلز لانه يعني اليوريثرا اطول. من الاسباب الرئيسيه قبل كان الاس تي دي، قبل يعني بالقرون السابقه وكذا بالعصر القديم كان الاس تي دي والسكشوال ترانسميتد ديزيزز هن الاشياء اللي تسبب هذا الاستركتشر. بعد تطور الانتي بايوتكس وكذا الموضوع انتقل للبلفيك فراكشرز، هو صار الموست كومن كوز، هو اللي يعني يسبب هذه الاستركتشرز. من الأشياء اللي يسووها اليوريترال ستركتشرز إنه إذا مثلاً هنا ستركتشر يدخلون فد شيء يوسع فد دايليتر. زين ومرات يعني يوسعون هذه، وهذه من الطرق يعني البدائية اللي كانت تصير حتى بالعصور القديمة، حتى بالقرون الوسطى كانوا يجيبون كاثيتر ويدخلوه يعني باليوريثرا ويعالجون الموضوع مال ستركتشر. من الأسباب الأخرى لليوريترال ستركتشر إنه الكاثيتر انسيرشن، يعني تجي تدخل كاثيتر مثل هنا أنا. زين وممكن اصلا الكاثيتر اللي كنت تستخدمه للعلاج ممكن يعني مثلا شخص عنده يعني بروستات بناين بروستاتيك هايبربليجيا وما يقدر يطلع البول وكذا، تجي تحط له كاثيتر حتى تطلع اليورين اوتبوت، ممكن اثناء هذا الدخول ممكن تضرب له اليوريثرا وتسوي له يعني انجري، وهذا الانجري يصير بيه فايبروسيس وكذا ويصير ستركتشر. اضافه الى الراديشن بعض الاحيان ممكن السيرجري بيرفورمد اون ذا بروستيت همين سبب هذا الشيء. بعض الريسك فاكتورز يعني had one or more STIs sexual transmitted diseases had recent catheter replacement هم الريسك فاكتور نفس الكوزز. زين had urethritis لأن الانفلاميشن اللي يصير باليوريثرا أيضا ممكن يسبب fibrosis والhealing by fibrosis هم اللي يسوي هذا الستركتشر. and enlarged prostate هو من الأشياء أيضا اللي تسوي. من السيمتمز إنه weak urine flow، زين reduction in the urine of the volume volume of the urine. زين انه ما يقدر يطلع فوليوم مناسب لانه فد narrowing. زين ما يخلي اليورين يطلع. sudden frequent urges to urinate لانه اليورين يجمع هنا ويحس انه خلص. زين ما يقدر يطلعه، وراها فجأة تتوسع العضلة وكذا يرجع بيه حيل مرة الاخ يحس انه لا يعني اريد ابول مرة الاخ. زين فهذه هي sudden frequent urges to urinate. pain or burning sensation during urination هذا ايضا من symptoms. inability to control urination مرات يصير عنده incontinence. زين نفس الفكرة انه مرات يسيطر مرات ما يسيطر، مرات البول يتجمع وشوي شوي يبدي ينقض. زين pain in the pelvic or lower abdominal area لانه هو يعصر حتى يطلع هذا الجسم يعني حتى يطلع urination، او حتى ممكن مرات صار عنده pelvic fracture. زين وما حاس على روحه، اللي احنا قلنا هو most common cause for stricture. مرات urethral discharge يطلع في discharge معين. penile swelling and pain. Presence of blood in the semen or urine لأنه الانجري مال اليوريثرا ممكن كاثيتر سوى لك انجري فيقوم يطلع blood. زين presence بعد شنو عندك darkening of the urine لأنه سواء shedding مال epithelium. زين مثلا الابيثيليوم اللي هنا الميت ممكن ينزل ويصير dark وكذا، أو ممكن blood أيضا يسبب هذه الحالة. و inability to urinate يعني هاي من الأشياء اللي تضمن الصعوبة. فعني إذا نقسم الأعراض راح نشوف أنه أعراض صعوبة التبول زين واعراض لها علاقه بالدسشارجز يعني هيك الحفظ. زين انه ما يبول بسرعه وصعوبه وحرقه وما ادري شنو وانكونتنس، اكو لا اكو دسشارجز يوريثرال
مثل blood darkening وهكذا. الدياجنوسيس يعني تشوف انه ممكن بالاكزامينيشن ممكن شوي يساعدك انه تعرف شكو بالدياجنوسيس. مرات تشوف redness urethral discharge وكذا ممكن تعرف, وبالايمجينج الموضوع راح يبين مثل ما تشوف هذا النورمال يوريثرا وهذا هو الستركتشر. هذه تستات اضافيه ممكن نسويها للتحقق من اليوريثرال ستركتشر. بس قبل التستات الاضافيه, التست الاصلي اللي نسويه ما كان مكتوب بالملزمه, بس هسه جبته من ملزمه الدكتور سعد, انه ريتروجريد يوريثروغرافي. زين يعني من جوا من اليوريثرا احقن ماده وكذا واصور احط كونتراست انجكتد تو ذا يوريثرا تو فيجواليز ذا سايت اوف ستركتشر. زين يعني هذا هو التست, هو الايمجينج تكنيك المفضل لنا في حالات الستركتشر. ومرات بعض التستس الاضافيه مثل هاي موجوده مثل ما الدكتور سعد, حتى اسوي ديفينيت دايجنوستس مرات اسوي ميجرينج ذا ريت اوف ذا فلو اوف ذا يو, يعني ايش قد فلو باليورين عنده. مرات يعني فيزيكال اكزام فيزيكال اند كيميكال بروبرتيز اوف يورين حتى اشوف انه اذا اكو بكتيريا اكو بلات. لان احنا قلنا واحد من السيمتومز اللي كانت هنا كانت الديسشارجز, فانا اجي اشوف هاي الديسشارجز شنو, لانه اذا طلع في الديسشارج ببكتيريا فانا ممكن اشك انه اسباب بكتيريا. احنا نعرف منها مثلا يورثرايتس كان احد الاسباب, اس تي ايز كانت احد الاسباب, او مثلا اذا لقيت بلاد لانه كاثيتر انسرشن او بلفيك فراكشر هذه كانت من احد الاسباب اللي لها علاقه. زين السيستوسكوبي حتى اشوف البلادر واليوريثرا اللي هو الموست دايركت واي تو تشيك فور ستركتشر. اذا سالنا سؤال وات از ذا موست دايركت واي تو تشيك فور ستركتشر, مو تقول له ريتروجريد يوريثروغرافي, لا هذا موضوع ايمجينج. زين موضوع يساعدني احكم عليه بالايمجينج, بس كدايركت واي يساعدني اشوف الستركتشر هو السيتوسكوب. اطب من يعني من جوا واشوف اوصل للمثانه واشوف المثانه والبلادر, يعني هنا راح اعرف شكو نارا وين موجود. ميجرينج ذا سايز اوف يوريثرال اوبننج. زين يعني ادخل فتشي باليوريثرا زين واشوف انه ايش قد السايز مالتها ايش قد اللومن مالتها, واسوي تيست للسكشوال ترانسميتد ديزيزز مثل الكلاميديا والجونوريا. من التريتمنت يعني على حسب السيفيريتي, ومرات عندنا النون سيرجيكال تريتمنت اللي هو فقط نحط فد يعني دايليتر ندخله باليوريثرا هو اللي يوسع لنا مكان الستركتشر, وهي ما تحتاج يعني لا نمط مستشفى ولا كذا, يعني موضوع بسيط. هذا اصلا مستخدم من العصور القديمه يعني مو شيء جديد يعني تكرر, وانما هو شيء موجود. زين ومرات نحط ايضا كاثيتر سواء دايليتر او كاثيتر, اثنيناتهم نفس الفكره. من الفحوصات الاخرى هي السيرجري. زين والسيرجري از انذر اوبشن فور ان اوبن يوريثروبلاستي, هو اللي اقدر اسويه يعني افتح اليوريثرا قدامي زين واشتغل عليها فور مور سيفير ستراكشرز, وهذا يعني اشيل الافكتد تيشيو وابني اليوريثرا. يعني هسه اشوفكم هاي الصوره, هاي هنا اكو ستراكشر, اجي اقص هذه المنطقه مال ستراكشر اوكي, قصيت هذه صار فراغ, اجي اربط هاي هذه وهذه مره لخ واخيطهن خلاص, ترى راح الستراكشر ورجع اللون طبيعي. بس اكيد هذا يعني بكومبليكيشنز ببعض الخطورات انه راح يقلل يسوي شورتنينج وما اقدر استخدمه. يعني اذا كان ستركتشر من هالطول لهالطول ما اقدر يعني اشيل قناه البينس اذا يعني شلت الاربع خمس سنتيمات. زين ف يعني الها فد محددات معينه هاي العمليه. ويورين فلو دايفرشن مثل قبل شوي مثل نشرح على الستوما وكذا, هذا يعني يقول لك ريرلي اندكيتد. والبريفنشن يعني اكثر شيء تقدر تمنع السكشوال ترانسميتد ديزيزز. بقية الانجريز يعني اذا وقعت على البلفيك فراكشر وكذا يعني هذا الموضوع مو كلش بريفنتبل. هذا من الاسئلة اللي موجودة بهاي الملزمة, يقول لك most accurate concerning anterior urethral structures. نشوف انه الاجابة الصحيحة limitation of the urethral lumen because of contraction and non-compliance of the scar. هذه هي الاجابة الصحيحة انه السكار راح يصير contraction ويضيق لي اللومن. هاي الاولى كانت خطا لانه مو البلك اوف ذا سكار هو اللي يسبب يعني الانسداد. مرات السكار حتى لو كانت بلكي بس يعني شلون نقول confined within the epithelium. زين يعني مثلا اذا سويت السكار معين هنا زين ممكن هاي ايش كبرها زين وما تسوي لي كلش اسمه, يعني ممكن يدخل اليورا من جواها. مرات لا, مرات السكار يعني مثلا تشوفها هنا هاي صار contraction صغيره بس كل واحده تسحب الكونتراكشر بيها ويعني تسحب اللومن وكذا, فما تخلي اللومن يعني يكون متوسع. بعض الخيارات الاخرى انه ليميتد تو يوريثرال ابيثيليوم, لا ممكن يشمل اللومن. زين انه هو اصلا شلون سوى التضيق الا اذا شمل اللومن.
It implies a scarring process, both epithelium and underlying spongy erectile tissue of the cobra cavernosa. هاي خطأ ليش؟ بسبب عبارة الكوبرا كافرنوسا المفروض تصير سبونجيوز يعني إذا تشوف هذا المصدر زين احكي لك على الانتيريور يوريثرا وأنا بالله سوري أي هي أنا الانتيريور يوريثرا يقول لك is invested by cobras spongiosum يعني احنا عندنا الاثنين كافرنوسا هنا الدويرة نسمع الدويرتين زين وجواها النقطة مال اليوريثرا اللي محاطة بالسبونجيوزا يعني مثل هاي الصورة عندنا هذه هي السبونجيوزا وداخلها اليوريثرا هو كان يقصد يقول انه صار موضوع هنا لا الفكرة انه هنا لانه هي اليوريثرا هنا فاللي يتأثر بها غالبا هو السبونجيوزا مو الكافرنوسا اللي هذني هنا الاثنين واللي خلنا يقول لك هو متبلاستيك بروسيس في اليوريثرا الابيثينيوم هي اجابة ايضا خاطئ ستة with regard to planning of reconstruction of urethral structures شنو هي الستيتمنت الصحيحة وهي A even if a patient does not have a retention حتى لو ما عندك chronic retention او فتشي احط suprapubic tube حتى يخليني اعرف ال areas مال structure نهاية ما مذكورة بالملزمة ولا حتى بملزمة الدكتور سعد بس هي حاطها بالاسئلة اللي موجودة بملزمة الدكتور سعد وفيش جواب عن المصدر يعني ما عندي explanation واضح in determining the anatomy of the structure شنو هو الموست يوسفول كل ان يوسفول على واحدة يقول لك فالإجابة هي الأمراي الأمراي ما راح يكون يوسفول بهذا المكان بالستركتشر اللي بالانتيريور يوريثرا الالترا ساوند يفيدني الكونتراست يفيدني يوريثروسكوب يفيدني والكاليبريشن with blah 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 هذه نفس اللي قلنا شو اسمه نحن حكينا على موضوع وقلنا انه يسوي داليتيشن لليوريثرا وين اياها لحظة هذه هنا قلنا انه measuring the size of urethral opening هذه نفس الكاليبريشن اللي نسويها لانه ندخل فتشي حتى نشوف ايش قد الاوبننج اللي باقي هسه اخر موضوع بهاي الملزمه اللي يسموه سيركمسيشن الختان والطهور احنا سامعين بالختان والطهور بس يعني مو كلنا شايفين العمليه بشكلها يعني الانيميتد فهاي هي العمليه لا الصوت from the head the caregiver will place a device over the glands this device will protect the penis allowing the foreskin to be safely removed If a plastic device is used, the caregiver will tie the foreskin to the ring. Then the foreskin will be trimmed. The ring will be left in place and will fall off in 5 to 7 days, leaving a healed circumcision. زين شنو هن الانديكيشنز مال سيركمسيجن؟ اعتقد هذه من الاشياء المهمه اللي صالحه انه تكون اسي او هيك شيء. زين شوف واحد من الاشياء هو الباثولوجيكال فيموسيس زين وهذا اللي نلقاه باثولوجيكال فيموسيس انه هذا مو اكو البينس واكو هذا الفورسكين اللي يغطيه وكذا ويكون لوس او كذا راخي يعني بحيث كانه ينكف زين بالبيوبرتي ويصعد لي اللي براحه الكلانس بينس يطلع زين الفكره شنو انه هذا الفورسكين بهذه الحاله بالباثولوجيكال انه كلش تايت على البينس بحيث ما يوخر من عليها زين وكلش يعني بحيث ما تطلع باقي بغلافها زين فهذا يحتاج طهور تشيل هذا السكين يعني تخلص منه الريفراكتوري بالانو فايتس بالانو بوست فايتس اذا نجي نشوف على النيم مالته فتشوف ان النيم اورجن مالته بالانوس هو اكون اللي هو جوزه البلوط والبوست البوست تاي اللي هو الفور سكين زين وايتس هو الانفلاميشن فكانه يحكي لك على الانفلاميشن اللي يصير بالفور سكين اللي يشبه جوزه البلوط زين فاذا نجي نشوف هي هاي جوزه البلوط هنا مثلا يصير الانفلاميشن يعني كلش نمونك حلو زين فالبالانوس بوست فايتس هو الحالة الأخرى اللي تحتاج سيركمسيشن بس لفظوها صح في دول أنا وايد غلط بها بالانوس بوست فايتس بالانوس بوست ثايتس زين فأول انديكيشن كان الفيموسيس بعدين البالانوس بوست ثايتس بعدين الكرونيك ريكيرنت يو تي اي انفكشنز زين فاليو تي اي إذا تكررت في ولد هذا حد كيسات شفته همين يعني كسؤال زين همين نسوي له سيركمسيشن ويقولون انه هو ايضا بروتكتيف يعني ميجر للسكشوالي اكتيف مان ان بوبوليشن ات هاي ريسك اوف اتش اي في زين فممكن ايضا يفيد بهذه الناحيه بعد الاشياء اللي نلقاها الكونترا انديكيشنز واحد من الكونترا انديكيشنز انه المس بليسد يوريترال اوبننج اللي اخذناها بدايه الملزمه الهايبوسبيدياس والايبيسبيدياس زين ليش هو كونترا انديكيشن؟ لانه تذكرون بالايبيسبيدياس كان عندنا
هذا الهودي وال يعني الفتحة اللي ناقصة وكذا يعني القريب على المكان مع الفتحة كان أكو فورسكين ناقص زين. فأنا إذا أسوي سيركمسيجن راح أخلص منه يعني راح يعني أخلص من هذا التشو الزايد اللي ممكن راح يفيدني بالريكونستركشن. إذا شوف هاي الصورة يعني مثلا إذا أكو هنا فد يعني نقص وكذا يعني قريب على المكان مال شو اسمه مال يعني اليوريثرا وكذا, فأنا أجي أقص من هذه وأحطه وأغطي على هذا زين من لحمة طعمة حرفيا زين من لحمة طعمة. فهيك السالفة أنا إذا سويت سيركمسيجن فأنا أوريدي شايل هذه ما راح يبقى لي تشو زايد يعني أسوي به التعديل. أو حتى الأسوسييتد أنوماليز اللي تصير ويا الهايبوسبيديس والإبيسبيديس اللي هي الكوردي لأن الديفيشن اللي يصير بالهيد أوف ذا بينس هم ما ينهم إنه أسوي له سيركمسيجن. Or ambiguous genitalia because the foreskin may be needed for reconstructive surgery. فهذا كل الحالات اللي ممكن حتى الكيرفيتشر ممكن احتاج هذا الفورسكين حتى اسوي ريكونستراكشن السيرجري. فيعني ماكو فت كونترا اندكيشنز باليورولوجي واضحه تقول لي انه لا تسوي سيركمسيجن الا اذا فت شيء يعني قال لي لا تسوي سيركمسيجن حتى استفاد من هذا التيشيو اسوي ريكونستراكشن مالتي. بس اكيد اكو كونترا اندكيشنز مثلا بليدنج تندسيز وذني سوالف بس هذه خارج نطاق اليورولوجي. هاي يعني شوفتكم الفيديو عن سيركمسيجن.